بدي لك في شيء يرمم في شيء لا يرمم، بعلم العيون في شيء يرمم ولا يرمم، يستعاض عنه بالبصر بالبصيرة، ولديهم الكثير من البصيرة، وسوف يعطونا كثير من البصيرة كي نستمر. ولكن ما لا يرمم هو هذا النحل الإنساني الذي جرى، ما لا يرمم هو هذا الصمت العالمي والإنساني على اللي صار جريمة بحق الإنسانية، اللي استمر من أطفال غزة لليوم وقبل عقود كمان. هذا الصمت أنا بس بدي أحكي بالإنسانية هون كنت بدي أحكي، وهو كمان بدي أخلطها بالمفهوم العسكري، لما يكون في هالاستهداف الأعمى لناس موجودين بمجتمع مدني مع أطفالهم، موجودين بين أهلهم، موجودين بدور عبادة، يمكن موجودين بمطعم بسينما، يمكن واحد منهم موجود بطيارة كانت عم بتطير وفجرت. هذا الاستهداف الأعمى اللي صار، اللي عمله هو الأعمى مش اللي فقد بصره، اللي عمله هو البلا بصيرة وبلا إنسانية مش اللي فقد بصره. اللي فقد بصره رح يعطينا بصيرة تنستمر، بس اللي عمل هذا هو هذا الأعمى. بكل مفاهيم الإنسانية، بكل مفاهيم الحرب، أنا مش إنسان أمني ولا إنسان عسكري، بس باللي شاهدناه لا يمكن تخيله أنه في عقل بشري إجرامي ممكن يقدم على هيك خطوة. وأكثر ما لا يرمم، وهون بدي أقوله، هو هذا الصمت، هذا الصمت العالمي، هذا الصمت. حتى ما بدي أقضي من بعض الناس، هذه الشماتة من بعض الناس، هذا لا يرمم ولن يغتفر. بس بالمقابل ما عم بتشوف في تضامن؟ يعني الكل يتحدث عن تضامن وطني شفناه بهالمرحلة، هذا هو الرد. بتشوف في تضامن ولا في شماتة عند البعض؟ لأنه الجسم الطبي حاب يقول بعض الشامتون أو الشامتين هن قلة، ولكن هذا التضامن اللي شاهدناه هو هذا الرد الحقيقي، وهذا هو الوطن اللي بدنا نرممه، وهذا كنت عم شوف فيه بدي اشتغل ورمم فيه. نعم. هذا هو. يمكن الشعب اللبناني نجح والجسم الطبي نجح، مش الياس جراد اللي نجح، هو الشعب اللبناني اللي نجح بهالتضامن. هذا هو كان الرد الفعلي لصمت الإنسانية. نعم. دكتور جرادي، كنت بدي ارجع اسالك، في قادر تعمل احصاء كم عمليه جراحيه قمت فيها من الثلاثه لليوم؟ يعني انا وغيري، انا ما بدي اقول انا شو عملت، يمكن زملائي عملوا اكثر مني، يعطيهم الف الف عافيه. عملنا كثير عن جد، ما كنت عم بحصي وما كنت عم بفكر، والتنقل من غرفه لغرفه ومن مكان لمكان ومن مستشفى لمستشفى ومن هون لجنوب، واجي بعض العمليات كنت عم بخوض جزء منها، بس عم يستدعوني الجزء اللي كملوا غيري، وان يستدعوني بخبرتي انا كنت عم كون. طيب هالناس المصابين، كنت احصي، ما كنت عم بحصي ناس ولا كنت بدي اشوف ناس، كنت عم بحصي قد عم بقدر رمم بهالصورة اللي بنرممها كنا لوطننا. تقريبا نسبة الترميم قد ايه كانت؟ هلا من عدد العمليات اللي هلا يعني خلينا نقول شغلي، وهوني لانه ما بدي اسال كثير هالسؤال وما بدي عممه لحتى ما يعطي صورة غلط. نحن بمستشفينا هو مستشفى تخصصي دقيق معروف، متخصص بجراحة العيون الدقيقة جدا. فكان عم بيصير في عنا بنسميه ريفيرال كتير، يعني كل الحالات اللي كانوا يشوفوها مستعصية كانوا عم يبعتوها لعنا، لأنه هيدا المستشفى، لأنه هذا المستشفى معروف ومتخصص، اللي كانوا يحسوا أنه الحالات صعبة عليهم يبعتوها دغري لعنا. فما بدي أعطي انطباع باللي شفناه نحن، لأنه هذا بيكون بسموه مستيدينج، يعني بايس، يعني بيعطي انطباع خاطئ. وأتمنى من كل قلبي أنه اللي شفناه بالمستشفى يكون هو صورة خاطئة عن الصورة العامة للإصابات بالعيون، لأنه اللي شفناه بالمستشفى نعم كان إصابات بليغة، عند ناس كتير إن كان بعين أو بعينتين، في ناس قدرنا ننقض منهم عيونهم، في ناس ما قدرنا، إن كان بالعين أو العينتين، كان في عنا أطفال، كان في عنا نساء، كان في عنا جروحات خطيرة بالوجه، كنا عم نضطر كمان نرمم الوجه مع العين، لأنه نعرف بجراحة العين ما فيك ترمم بس العين لوحدها، بك إذا ما رممت الوجه مع ما فيك تكمل. كمان الفريق الطبي استنزف، يعني نحن ما كنا بس عم نتعامل مع العيون، لأنه مجبور تتعامل مع غير العيون، وما كنا مؤهلين أن يكون عندنا جراحات تاني بنفس الوقت، وخاصة الأطباء الجراحين كانوا بمراكز يعني تاني بنفس الوقت. صعب القصة كانت، كنا عم نتعامل بكل شيء بكل مسؤولية. نعم. والحمد لله كل جسم الطبي نعم أعطى أفضل شيء.